العمال الكردستاني يعلن مقتل جندي تركي في هجوم نفذه عناصره ردا على مقتل متظاهر الأسبوع الماضي على أيدي القوات التركية خلال مظاهرة في ديار بكر جنوب شرق تركيا. مظاهرات الشارع التركي تتواصل ضد الحكومة، والمطلب ثابت لا يتغير، هو الإطاحة بأردوغان ومحاكمته على جرائمه بحق المتظاهرين، لكن طرق التعبير والمطالبة في إبداع مستمر. أن تكون مواطنا تركيا يقود انتفاضة ضد حكومة تسعى لطمس الحضارة والعلمانية للدولة التركية يعني أن تستغل أي زمن وأي مكان للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة التي تستهدف حاضر تركيا ومستقبلها. في أنقرة، طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية حولوا حفل تخرجهم السنوي إلى نشاط متميز للطعن بشرعية أردوغان والتحذير من خطورة حكمه وحزبه الإخواني. دهشة كبيرة وسعيدة انتابت الحضور لتغير مسار الاحتفال السنوي للتعبير عما يختلج الطلبة من مشاعر كره ورفض لسياسات أردوغان وتعلق بالحياة المدنية في البلاد، فصدحت حناجرهم بالشعارات الوطنية المنددة بإجرام قوات أردوغان وبإعلامه ضد أبناء تركيا. وليس بعيدا عن مظاهرة الجامعة كان مئات المتظاهرين يتجهون إلى كيزالاي، أهم ميدان احتجاج في أنقرة، فتصدت لهم قوات أردوغان بآلياتها وقامت بضربهم واعتقال عدد منهم. وتبقى الأنظار تشخص إلى ساحة تقسيم، الساحة ذات الشهرة العالمية في مناهضة أردوغان وصاحبة الشهرة في فنون الاحتجاج. فبعد احتجاج راقص الباليه أرام كوندوز التركي بوقوفه لساعات طويلة صامتا دون أي حركة، أبدع بعض مشاهير الدراما والمسرح التركي بتجسيد جرائم أردوغان ضد المتظاهرين السلميين. مشهد اليوم أطلق عليه ممثلو الدراما مظاهرة العين الواحدة، وهو عبارة عن تجسيد مجموعة من الممثلين لأوجاع 13 متظاهرا اقتلعت القوات الأردوغانية عيونهم جراء إطلاقها كبسولات الفلفل الحار على المتظاهرين. فيما قام شبان منتفضون بتجسيد حالات وفاة بعض المتظاهرين جراء عنف قوات أردوغان. وفي الختام نترككم مع هذه المشاهد الليلية من ساحة تقسيم التي تبين العنف والإرهاب المتأصل في عقلية الإخوان المسلمين بزعامة أردوغان.